السلام عليكم تلاميذي الصف الرابع الابتدائي، أخذنا بالدرس السابق موضوع أنماط الضرب صفحة 76، واليوم إن شاء الله راح نكمل الموضوع. وصلنا إلى فقرة السؤال الرابع من فقرة أتأكد صفحة 78. 7 × 6000، راح نحل هذا السؤال باستعمال طريقة الحساب الذهني. 7 × 6000، 7 × 6000 جاية من 6 × 1000. 7 × 6 يساوي 42. 42 × 1000، راح أنزل هاي الأصفار الثلاثة. 1 × 2 = 2، 1 × 4 يساوي 4. 42 ألف. السؤال الخامس، 8 × 9000، 8 × 9000 جاية من 9 × 1000. 8 × 9 يساوي 72. 72 × 1000، راح أنزل هاي الأصفار الثلاثة. 1 × 72 يساوي 72. 1 في أي عدد هو العدد نفسه. السؤال السادس، يحوي صندوق على 2000 حبة جوز، ما عدد حبات الجوز في 9 صناديق؟ راح نحل هذا السؤال باستعمال طريقة الحساب الذهني، يعني مثل هاي الطريقة. نضرب العدد 9 × 2000. في الصندوق الواحد 2000 حبة جوز، ما عدد حبات الجوز في 9 صناديق؟ نضرب 9 × 2000 يساوي 9 × 2000 جاية من 2 × 1000 يساوي 9 × 2 يساوي 18. 18 × 1000، راح أنزل هاي الأصفار الثلاثة. 1 × 18 يساوي 18. 18 ألف عدد حبات الجوز في 9 صناديق. فقرة أحل ترك، فقرة أفكر، أكتب مسألة عددية فيها عددان، الأول منهما من مرتبة واحدة والثاني من مضاعفات العدد 100، وناتج ضربهما هو 15 ألف، هو 1500. ناتج ضربهما 1500. أكتب مسألة عددية فيها عددان تلاميذي، العدد الأول من مرتبة واحدة والعدد الثاني من مضاعفات العدد 100، ناتج ضرب هذان العددان يساوي 1500. نكتب المسألة تلاميذي، لدى مروى 5 كتب، كل كتاب يحتوي على 300 ورقة، كم ورقة في هذه الكتب؟ العدد الأول هو 5، الأول من مرتبة واحدة هو العدد 5، والثاني من مضاعفات العدد 100، من مضاعفات العدد 100 هو العدد 300. ناتج ضرب هذان العددان 1500، راح نضرب العددان 5 × 300. 5 × 300 جاية من 3 × 100. 5 × 3 يساوي 15. 15 × 100، راح أنزل هذان الصفران، يساوي 15 × 1 يساوي 15. الناتج 1500. كتاب النشاط صفحة 23، موضوع أنماط الضرب. أجد ناتج الضرب باستعمال الحقائق الأساسية للضرب والأنماط. السؤال الأول، 2 × 8 آحاد، 2 × 8 يساوي 16. 2 × 9 3 × 9 10، 3 × 9 10 يعني 3 × 90. 3 × 9 10 يساوي 3 × 9 يساوي 27. 27 10.
يعني يساوي 270. 3 في 0 ننزل الصفر، 3 في 9 27، 270. السؤال الثالث، 4 في 700. راح نحل السؤال باستعمال الحقائق الأساسية للضرب والأنماط. الحقائق الأساسية هو الرقم 4 والرقم 7، 4 في 7. طبعا السؤال 4 في 700. 4 في 7 يساوي 28. أربعة في 70 يساوي 4 في 0 يساوي 0، 4 في 7 يساوي 28، 280. 4 في 700 يساوي 4 في 700، يعني 4 في 700. 4 في 700 نزل الصفران، 4 في 7 يساوي 28، 2800. الحقائق الأساسية للضرب هو الرقم 4 والرقم 7. 28 100. السؤال الرابع، 5 في 600. 5 في 600 يعني 5 في 600. الحقائق الأساسية هو الرقم 5 والرقم 6. 5 في 6 يساوي 30. 5 في 6 راح أنزل 0 واحدة. 5 في 60 يساوي 5 في 0 0. 5 في 6 يساوي 30، 300. 5 في 600 أنزل الصفر الثانية. 5 في 600 يساوي 5 في 0 يساوي 0، أيضا 5 في 0 يساوي 0. 5 في 6 يساوي 30. 5 في 600 يساوي 3000. السؤال الخامس، 8 في 5000. 8 في 5000 راح استعمل الحقائق الأساسية للضرب اللي هو الرقم 8 والرقم 5. 8 في 5 يساوي 40. 8 في 50 راح أنزل 0 واحدة يساوي 8 في 0 يساوي 0. 8 في 5 يساوي 40. 8 في 500 يساوي أنزل الصفران، 8 في 5 يساوي 40، 4000. 8 في 5000 يساوي أنزل الأصفار الثلاثة، 8 في 5 يساوي 40. 8 في 5000 يساوي 40000. السؤال السادس، 7 في 9000. 7 في 9 يساوي 63. 7 في 90 يساوي 7 في 0 يساوي 0. 7 في 9 يساوي 63، 630. 7 في 900 يساوي أنزل الصفران، 7 في 9 يساوي 63، 6300. 7 في 9000 يساوي أنزل الأصفار الثلاثة، 7 في 9 يساوي 63، 63000. أجد ناتج الضرب باستعمال الحساب الذهني. السؤال السابع، 8 في 70. 8 في 70 جاية من 7 في 10. 8 في 7 يساوي 56. 56 في 10 أنزل هاي العشرة. 56 في 10 أنزل الصفر. 1 في 56 يساوي 56، 560.